وضعت لجنة التخطيط لكرة القدم بالأهلي برئاسة الكابتن محسن صالح وبإشراف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي خطة شاملة لتطوير قطاع الناشئين، بدأت من الاستعانة بخبير متخصص في هذا السن وهو تشيكيو بروكيتش. خطة طويلة وقصيرة الأمد لتحقيق الاستفادة القصوى من كنز النادي من الناشئين. شملت خطة التطوير مفاهيم عديدة، وقد بدأ جني الثمار بخروج لاعبين صغار السن للإعارة في أندية الدوري للحصول على الخبرات، وبعضهم سوف يذهب إلى أوروبا، وآخرون تم تصعيدهم للفريق الأول وحجزوا أماكنهم مثل أحمد نبيل كوكا. لم ولن يتوقف جني ثمار العمل والاجتهاد والخطط العلمية المدروسة والتي لم تقتصر وتتوقف عن قطاع الناشئين في الأهلي، ولكنها في كل أرجاء وقطاعات النادي، وأيضا في براعم الكرة الذي يحظى بتركيز شديد وعناية خاصة من لجنة التخطيط وخالد بيبو مدير القطاع. اليوم في الأشبال معنا نجوم الأهلي السابقون حسين شكري مدير فني مواليد 2007 وأحمد حسن دروغبا المدرب العام لفريق مواليد 2009 للحديث عن براعم الأهلي ومواهبنا الصغيرة. نجوم بكرة في القلعة الحمراء.